السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال، أنا كشاب شلون أقدر أطور من مهارات الشبابية؟ أنا من المناطق الشمالية، أنا وصديق السني كل سنة نيجي لهاي زيارة الأربعينية، وإحنا دا نوصل رسالة إيجابية عن التعايش السلمي في العراق. بالزيارة الأربعينية نشوف أشكال وألوان الناس من كل الطوائف والبلدان اللي يجون لزيارة الإمام الحسين عليه السلام سيراً على الأقدام. بهاي الزيارة يبذل الناس كل ما عندهم وبشتى الاختصاصات والمجالات في سبيل تقديم أفضل وأجود أنواع الخدمة للزائرين، ولكن هناك مجموعة من الشباب كانت لهم طريقة أخرى في تقديم الخدمة. محطات فتية الكفيل الثقافية للجامعات والمدارس العراقية للعام 1445 هجرية. هاي المحطات تقوم بتقديم الخدمة الثقافية والمعرفية والدينية والأخلاقية والتنموية لطلبة الجامعات والمدارس العراقية بشكل خاص وللزائرين الكرام بشكل عام. هذه المحطة الكبيرة تتكون من 16 محطة مصغرة على شكل بارتيشنات، وإن شاء الله معاً راح نتجول بهاي المحطات ونشوف كل وحدة بيها شنو تقدم من خدمة ثقافية للزائرين الكرام. محطات فتية الكفيل الثقافية، هذه المحطات المقامة من قبل شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية قسم العلاقات العامة في العتبة العباسية للسنة الرابعة على التوالي، اتخذت من أمام جامعة العميد موكب أم البنين عليها السلام موقعاً لها. الكادر العامل في هذه المحطة هم من متطوعي مشروع فتية الكفيل الوطني ومن منتسبين العتبة العباسية المقدسة، وشارك ما يقارب 8 أقسام في إقامة هذه المحطة. إحنا الآن في أولى المحطات وهي محطة المسابقة الخاصة بهذه المحطة الكبيرة. للعلم أنه يتم توزيع قسائم خاصة بهذه المسابقة على بعد 1 كيلو عن هذه المحطة حتى يتم الترويج لها. طبعاً تحتوي هذه الأسئلة على أسئلة معرفية وبالإضافة إلى معلومات عن أهل البيت عليهم السلام. يتجه الزائر إلى هذه المحطة لتسليم هذه القسائم بعد ما يجاوبون على هذه الأسئلة، وبالتأكيد هناك جوائز للعشرة الفائزين في هذه المسابقة. حضرتك مدير محطة التطوير الشبابية، شنو نوعية الخدمة اللي تقدموها لشبابنا الأحبة؟ في هذه المحطة اللي هي محطة التطوير الشبابية نركز في هذا الموضوع، انه مثل ما تعرفون انه الانسان يحتاج 3 أمور يركز عليها. اول شيء الجانب العلاجي، انه الاخطاء اللي يقوم بها يحتاج انه يضع لها خطة للعلاج. وكذلك الجانب الوقائي، انه قبل لا يوقع بالمشكلة هو شنو يتوقع، وكذلك انه يحتاط من الوقوع به. ثم الجانب النمائي او الجانب البنائي والتطوير، ففي هذه المحطة نركز على هذا الجانب. من الموضوعات اللي نتناولها هو موضوع العادات الشخصية. مثل ما تعرفون والدراسات تذكر انه 90% من حياة الانسان هي عادات انه يمارسها بشكل متكرر يوميا، ولذلك احنا نركز انه ما هي العادات الايجابية وندعمها ونعضتها، وما هي العادات السلبية وكيفية وضع خطة لعلاجها. ايضا نقوم ببناء عادات وكذلك الالتفات الى عادات إيجابية جديدة، وبالتالي إذا بنى عادات إيجابية وكذلك دعمنا العادات الإيجابية عندك راح تتحول 90% من حياته حياة مستقرة، حياة مطمئنة وحياة ناجحة. أحسنتم أستاذ، شكرا جزيلا. الله يحفظك. نعم مشاهدينا الأحبة، مستمرين وإياكم بتغطية المحطات الباقية إن شاء الله. نعم الآن نحن في محطة معرض الكتاب الدائم التابعة لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، ومثل ما تشوفون هذه مجموعة من الكتب والمطبوعات اللي هي من إنتاج هذا القسم المبارك وصايرة ضمن هذه المحطة الكبيرة، محطات فتية الكفيل الثقافية للجامعات والمدارس العراقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون صحتكم؟ أهلا وسهلا. شنو اسم هاي المحطة وشنو تقدم خدمة للزائر؟ حياكم الله. استريحوا حتى نشرح لكم شنو هذه المحطة. هذه محطتنا، محطة الإرشاد الأسري.
ومحطة الإرشاد الأسري تهتم بالتحديات اللي تواجه الأسرة. نعم. الأسرة خو ما بيها فئة واحدة فقط، مثلاً الآباء فقط، ممكن يكون بس الأب في حال ماكو أبناء نستخدم العلاج الزواجي مثلاً أو الإرشاد الزواجي. بعض الأسر بيها عدة فئات، بيها أبناء وبيها أعمام أخو أو أجداد وبيها آباء، فهذه يسموها الأسرة النووية. تحديد هذه الأسر أو الفئات، فإحنا مسوين برنامج نقسم من خلاله شلون نتعامل مع هذه الفئات. فيجي الزائر مباشرة نستريح هنا، فإحنا نبدي من خلال مقابلة إرشادية اسمها. هاي المقابلة الإرشادية يتكلم عن هذا التحدي اللي جاي يمر به، من خلال طرح المشكلة مالته نبدي أنا ويا نساعد. أنا لا أنطل حلول وإنما أجعله هو يصل إلى الحلول، يعني هو اللي راح يوصل لهذه الحلول، وبالتالي يطلع من عندنا منا بكمية من الحلول يطبقها مع تمارين تطبق في المنزل. شكرا جزيلا جناب المدرب وجزاكم الله خير جزاء. نعم أحبتنا مستمرين وإياكم بتغطية باقي المحطات إن شاء الله. وأيضا هناك محطة لطيفة خاصة ومهتمة بشريحة الأطفال بالإضافة إلى طلاب المدارس، خاصة طلاب المدارس الابتدائية طبعا اللي هم من شريحة الأطفال. اسم المحطة هي الطفل الحسيني. طبعا بهاي المحطة أكو مرسم وأقلام وألوان بالإضافة إلى حروف اللغة العربية وحروف اللغة الإنجليزية لتعليم الصغار من الزائرين الكرام. محطتنا التالية هي محطة التثقيف والابتزاز الإلكتروني، والآن مع جناب المدرب ينطينا نبذة عما يقدموه للزائرين الكرام. محطتنا تقدم خدمتين للزائر، خدمة أنه التثقيف الابتزاز الإلكتروني وخدمة الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. الابتزاز الإلكتروني احنا عادة نطل الزائر أنه طرق الوقاية من الابتزاز الإلكتروني، طرق العلاج في حال لا سامح الله تعرض الشخص لعملية ابتزاز إلكتروني. نعم. وأيضا نعطي فد معلومات أو معلومات للشخص في سبيل أنه يحافظ على معلوماته ويحافظ على حساباته من الهكر والاختراق. في مجال الإدمان أنه نعطي علامات الإدمان، نعطي أضرار الإدمان على الأشخاص، وأيضا نعطي علاجات اللي هي تتضمن العلاجات نفسية، أيضا تتضمن أنه خلي قدوات، وهاي القدوات دائما تكون ناجحة، وبالنتيجة لما نخلي قدوة ناجح هذا الناجح راح يكون ملتزم، وهو راح يكون أيضا نفسه ملتزم ويتخلص من الإدمان. نخلي عنده سلم قيم، هو راح تكون عنده المعلومات المهمة أو الأعمال المهمة اللي يقوم بها يخليها بسلم القيم أعلى من الإدمان أو أعلى من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبهذه النتيجة راح يكون يقلل قدر الإمكان من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. أحسنتم أستاذ، شكرا جزيلا. شكرا لكم. وأيضا واحدة من المحطات الجميلة اللي موجودة ضمن هذه المحطات الثقافية هي محطة اسألني أو Ask Me. هاي المحطة بها مجموعة من الشباب يتكلمون اللغة العربية والفارسية وأيضا الإنجليزية للتعريف بهذه المحطات للزائرين من الأجانب، وأيضا التعريف بالثقافة العراقية والتراث والحضارة العراقية اللي تبدأ من بابل وانتهاء بالعتبات المقدسة. نعم أيها الأحبة مستمرين وإياكم، والآن في محطة أجر الرسالة ويانا جناب السيد يشرح لنا عن هاي المحطة. طبعا هذه محطة مشروع أجر الرسالة، هذا المشروع المنبثق من العتبة العباسية المقدسة، والذي يهدف باختصار لنشر ثقافة آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا ونحن في محطات فتية الكفيل الثقافية نعمل على التثقيف لدى الزائرين الكرام حول تجسيد مبادئ وتراث ومفاهيم آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من خلال نشرهن على مواقع التواصل الاجتماعي. وعملوا العاملون في رحاب أبي الفضل العباس عليه السلام على إدارة 4 مواقع لمشروع أجر الرسالة على الفيسبوك والإنستغرام والتليجرام والتيك توك، وأصبحت هذه المواقع كمثال يتيح للزائر الكريم بأن يطلع على ما موجود في هذا الموقع
من نشريات تخص آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبإمكانه أن يأخذ هذه النشريات وينشرهن على الحساب اللي خاص به. أحسنتم سيدنا. ومن ضمن هذه المحطات هي خيمة نافذ البصيرة الفكرية. هاي المحطات طبعاً عندنا محاضرات دينية بالإضافة إلى نشاطات خدمية واستشارات فكرية، إضافة إلى ندوات تثقيفية، وتحتوي هاي الخيمة على مسابقات فكرية، وأيضاً تحتوي على معارض للكتاب وأيضاً تطبيقات رقمية. شنو هاي المحطة وشنو هاي الأزياء الجميلة وشنو توجهون من رسالة؟ هذه محطة تعايش سلمي، محطة تعايش سلمي تشمل جميع الأديان والمذاهب الشعب العراقي. أنا اليوم ألبس الزي اليزيدي، أنا من محافظة نينوى، ويوجد أيضا الزي الشبكي والزي الحوزوي. من خلال هذه المحطة نوعي ونرشد الزائرين الذين يأتون من المحافظات العراقية أو خارج العراق من الدول العربية ودول العالم كلها، نوعيهم ونرشدهم أنه اليوم نحن متماسكين، لا يفرقنا الدين، وكلنا نعيش تحت سقف العراق. نعم أحبتنا، بالتأكيد عندنا المزيد من المحطات الثقافية. مثلا عندنا محطة مكتبة جامعة العميد، هاي خاصة بالكتب الطبية الإنجليزية اللي من شأنها تثقيف الزائر. وأيضا في هذه المحطة توجد موسوعة الدفاع الكفائي اللي هي من إنتاج العتبة العباسية المقدسة، في توثيق للشهداء وأسماءهم وعناوينهم وطريقة استشهادهم. وأيضا عندنا محطة التحديات الشبابية، وأيضا عندنا محطة ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة. طبعا هاي المحطة يشرف عليها الأحبة في مجموعة مشاتل الكفيل التابعة للعتبة العباسية المقدسة. وأيضا عندنا محطة جميلة اللي هي محطة اقرأ كتاب واقتنه لنفسك هدية. هاي المحطة يجي الزائر يرتاح شوية وياخذ بريك، بالإضافة إلى يشوف لفة كتاب من الكتب اللي موجودة يقرأها لمدة 5 دقائق ويأخذها إلى هدية. وأيضاً عندنا محطة أخرى اللي هي محطة الإسعافات الأولية. هاي المحطة تعنى بأن تجعل في كل بيت منقذ في سبيل التقليل ومساعدة الأهل في تقليل الأضرار الصحية، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية اللي الشباب الأحبة اللي ينطوها للزائرين وللشباب. وأيضا عندنا محطة تجسيد واقعة الطف اللي هي الفي آر. بهاي المحطة طبعا هناك فيديو يعرض من خلال هذا الجهاز الخاص بالفي آر، تعرض ما جرى في معركة الطف من خلال الـ 3D Max طبعا بـ 360 درجة. وأيضا هنالك محطة لمتحف الكفيل للنفائس والمخطوطات، أيضا التابع للعتبة العباسية المقدسة. طبعا بهاي المحطة أكو نماذج مكوبة مستنسخة من النماذج الأصلية اللي موجودة في العتبة العباسية المقدسة وخاصة في متحف الكفيل. في هذه السنة تم استحداث محطات جديدة، وهي نسخة محطات فتية الكفيل الثقافية للجامعات والمدارس العراقية على طريق كربلاء نجف، وتقدم مثل خدماتها ولكن على طريق كربلاء بابل مقابل جامعة كربلاء قرب مجمع العلقمي التابع للعتبة العباسية المقدسة. نعم أحبتنا، وصلنا وإياكم إلى ختام هاي الجولة المفعمة بأجواء الزيارة الأربعينية المباركة. وإحنا الآن في هذه المحطة المباركة اللي ما أي زائر يدخل بها إلا ويستفاد ويستزاد من هذه المحطات الثقافية. كل يسابق كي يلحق بالإمام الحسين عليه السلام، وكل يخدم بما لديه من استطاعة وما لديه من تخصص. كانت هاي الجولة، أنا مسلم الشبكي ومع كادر العمل الجميل ومخرجنا والمصورين، نراكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.